عندما تتزايد مهامه ويضيق الوقت أمام التزاماتك، والدفع التقليدي لم يعد يلبي احتياجاتك، تخرج الأمور عن سيطرتك فتسود المعاناة. وعدم الاستقرار. وتتراجع الإنتاجية، فتجد نفسك أمام وتقع في حيرة من أمرك. لكن الحل سهل وفعال. نظام حماية الأجور هو آلية إلكترونية مبتكرة أطلقتها وزارة العمل في دولة الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي لمساعدتك على مواجهة تحديات سوق العمل. يرتبط نظام حماية الأجور بستة أطراف رئيسية: أصحاب العمل، العمال، وزارة العمل، المصرف المركزي، المصارف، ووكيل الخدمة المعتمد الذي يمكن أن يكون المصرف أو شركة صرافة أو مؤسسة مالية مزودة للخدمة. تبدأ بفتح حساب لدى إحدى المصارف المعتمدة، ثم تتعاقد مع وكيل خدمة معتمد. تصدر أمر لمصرفك بتحويل الأجور عبر النظام بعد تزويده ببيانات تفصيلية. ترسل البيانات إلكترونياً عبر النظام للمصرف المركزي ووزارة العمل. يحول النظام تلك البيانات المعتمدة إلى وكيل الخدمة. يقوم وكيل الخدمة بتحميلها في جميع فروعه ويباشر بدفع الأجور. يستلم العامل أجره إما عن طريق مكاتب الصرافة أو التحويل المصرفي أو بطاقة الصراف الآلية المعتمدة في نظام حماية الأجور. تنحصر مسؤوليتك فقط في إرسال البيانات التفصيلية شهرياً لمصرفك، وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ استحقاق الأجور. يساعدك نظام حماية الأجور على توفير الوقت والجهد والمال، وفي بناء علاقة متينة وصحية مع موظفيك، مما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستقرة. فحماية أجورهم حماية لمنشأتك. إن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لإنجاح هذا النظام الحيوي المميز.